فجر الثاني من مايو أيار 2011، وحدة أمريكية من سلاح النخبة تنفذ مهمة سرية في مدينة أبوت أباد شمال باكستان. الهدف تصفية المطلوب الأول على مستوى العالم. فبعد سنوات من المطاردة، ها هو يختبئ في مدينة أبوت أباد قرب الحدود الأفغانية أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، عدو أمريكا وخصمها اللدود، الرجل الذي أخرج الأفعى من جحرها، أسامة بن لادن، الثري السعودي المثير للجدل، صاحب أكبر ملف في وكالة الاستخبارات المركزية، من أشهر الأسماء التي ذاع صيتها خلال القرن العشرين، إرهابي في نظر الكثيرين، لكنه الأب الروحي للحركات الجهادية في العالم، فبنظرهم كان البطل الذي تمكن من إيذاء أمريكا في عقر دارها. انضوى بن لادن مبكراً فيما سمي بجبهة الجهاد العالمي، والتي ابتدأت في أفغانستان مطلع الثمانينيات، عندما هب المجاهدون أفغاناً وعرباً للتصدي للغزو السوفيتي الذي اجتاح كابول. وكان بن لادن في طليعة العرب الذين ذهبوا لنصرة المجاهدين الأفغان. يومها أسمتهم أمريكا مقاتلي الحرية، حتى أنها استقبلتهم في البيت الأبيض محتفية بهم، وسمتهم المجاهدون الشرفاء الذين يتصدون للمد الشيوعي. لكن وما إن انتهت الحرب، حتى تحول المناضلون إلى إرهابيين منبوذين، لتبدأ فصول مواجهة طويلة بين حلفاء الأمس الذين تحولوا إلى أعداء. فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها، فدمر أعظم مبانيها، فلله الحمد والمنة. وبلغت ذروة الصدام في هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، لتنطلق أمريكا وحلفاؤها في حرب على الإرهاب تغيرت معها ملامح العالم القديم. وعلى إثر تلك المواجهة أصبح أسامة بن لادن المطلوب الأول للولايات المتحدة، إذ تتهمه بالوقوف وراء عدد من الهجمات الدامية التي نفذها تنظيم القاعدة ضد مصالح أمريكية. ثم توارى بن لادن عن الأنظار بين جبال أفغانستان، لينتهي به المطاف في منزل متواضع قرب الحدود الأفغانية الباكستانية، أبوت أباد المحطة الأخيرة في مسيرة بن لادن. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. في يوم اغتياله الثاني من مايو أيار 2011، أعلنت المخابرات الأمريكية عن صيد ثمين للغاية قد عثروا عليه في مخبأ زعيم القاعدة. مئات الآلاف من الأوراق والوثائق، الكثير منها كتبت بخط بن لادن، ومئات المراسلات بين القادة والأفراد، أفكار ومراجعات ورؤية على التنظيم السري من داخله، بل إنها إضاءة خاصة على ما اعتبره الباحثون مذكرات بن لادن وقاعدة بيانات التنظيم السري، اصطلح على تسميتها بوثائق أبوت أباد، والمقصود بها أرشيف أسامة بن لادن، يومياته وأفكاره وحتى مراجعاته. يقول توم دنلان مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي إنه كنز أبوت أباد، فهو أكبر مخبأ معلومات استخباراتية تم الحصول عليه. فكم البيانات الرقمية التي تم ضبطها يعادل ما تحتويه مكتبة جامعة صغيرة. أعتقد الوثائق مهمة جدا، لسبب أنها تكشف طريقة تفكير القاعدة
وعلاقاتها الداخلية وحتى الجانب الأسري في شخصية أسامة بن لادن، يعني كيف الإنسان أشياء أسرية صغيرة ممكن تأثر عليه. وبعتقد أنه الوثائق هاي يعني ترسم عالم بن لادن الحقيقي، عالمه في البيت في الأسرة، علاقته بأولاده، علاقته بالتنظيم، علاقته بتاريخه، علاقته بالأوضاع. وأعتقد أنه يعني أنا تابعت شخصية بن لادن عن بعد وقرأت الوثائق، كان في دقة كبيرة فيها. يعني أعتقد مفتاح شخصية بن لادن هي المرونة. وثائق أبو تباد تتمتع بأهمية كبيرة، يعني أهمية لتعطي فهم كبير لطبيعة عمل تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة على الرغم شهرته العالمية، لكن أعتقد أنه كان هناك بعض لنقل الثغرات حتى لدى الخبراء والمختصين في فهم هيكلية هذا التنظيم وطبيعة الأيديولوجيا وطبيعة العمل المركزي ولا مركزي مع الفروع، وبالتالي أعطت صورة أوضح وفهم لهذه المنظمة المعقدة والمترامية الأطراف في العالم مختلف أنحاء العالم العربي، وطبيعة اشتغال هذه المنظمة بشكل أساسي والشخصيات الأساسية في داخل هذا التنظيم، وبالتالي عمقت على الأقل من فهمنا لطبيعة هذا التنظيم وآليات عمله وبنيته الهيكلية. عالم غامض، ذلك الذي أحاط بالقاعدة منذ نشأتها، تنظيم ملاحق وزعيم كالشبح يظهر حينا ويختفي حينا آخر، لم يعرفه سوى عدد قليل من الناس، كان لغزا بحد ذاته. كيف كان يدير أمور تنظيمه؟ وما هي الرؤية التي كان يسير عليها؟ وهل تبدلت رؤيته في مرحلة معينة؟ عام 2012 وخلال الذكرى الأولى لاغتيال بن لادن، نشرت المجموعة الأولى من وثائق أبو تباد، 17 وثيقة منتقاة بعناية شديدة، تكفل بنشرها معهد مكافحة الإرهاب في ويست بوينت تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية. اعتبرت الدفعة الأولى من أوراق بن لادن والتي ترصد مرحلة التنظيم ما بين 2006 و2011، كانت الأوراق نافذة كبيرة على تنظيم القاعدة وزعيمها، إذ تضمنت المفكرة الشخصية لأسامة بن لادن والتي كتبت بخط يده، خليط من مراسلات قادة التنظيم مجهول الهوية ونقاشات داخلية حول أوضاع الحالة الجهادية. كما اتسمت الوثائق بغموض المرسل والمتلقي، لكنها ألقت الضوء على المراحل الأخيرة في مسيرة بن لادن. رجل محبط للغاية، شهد مقتل معظم رفاقه، وسيطرة ضعيفة على الفروع صاحبة الامتياز لتنظيم القاعدة، يبدي قلقا شديدا تجاه الأتباع الجدد حول العالم ويشكو من عدم سيطرته عليهم. فالشبكات العنقودية أصبحت تعتمد على ذاتها ولم تعد تتقاطع بالضرورة مع أهداف وقواعد التنظيم الأم. لكن الحيرة الأكبر التي سيطرت عليه في السنة الأخيرة كانت إزاء كيفية التعامل مع الربيع العربي الذي شكل مفاجأة كبيرة بالنسبة له، إذ تشير هذه الوثيقة وقبل أسابيع قليلة من اغتياله أن بن لادن قد دأب على عقد جلسات يومية مع عائلته للتعليق على الأحداث التي شهدت الربيع العربي، وكل تلك السطور مجتمعة قد شكلت صورة مغايرة للصورة النمطية التي كونت عن بن لادن. في الوثائق التي اطلعنا عليها كان بن لادن سعيدا جدا بالربيع العربي، حيث كانت هناك وثيقتان تحدث فيهما عن فضل احداث الربيع العربي، واعتقد ان محمد البوعزيزي اخذ الفضل في ذلك السبق، كان فخورا جدا بما فعله. بالمقابل كان يعتقد ايضا ان هذا كان حراكا دوليا حتى لو لم يكن كذلك بالفعل. المراجعات التي رأيناها لم تكن بالضرورة من فترة نفيه في أبو تباد. أعتقد أن التغييرات في أيديولوجيته حدثت في وقت سابق. كان الهدف في ذلك الوقت في 2012 هو محاولة رسم
صورة مع وجود الربيع العربي أن هناك صورة كئيبة للقاعدة، وأن كان بن لادن حزينا، وأنه كان شخص يعني يعاني من الغضب وحالة من الحزن ومنعزل، ويعاني من حالة كآبة مع وجود ثورات الربيع العربي، وبالتالي كانت تريد أن توظفها أمريكا بأن هناك نجاحات في ذلك الوقت في أنه تمكنوا من القضاء على تنظيم القاعدة، وأنه لم تعد له هذه الجاذبية. مئات من الأوراق التي تحتاج إلى قراءة معمقة بحاجة إلى التدقيق والتحقيق، انتقتها المخابرات الأمريكية بعناية فائقة بعد أن ترددوا كثيراً في نشرها. ففي تصريح لمدير مكتب الخدمة السرية في CIA جون بنت، يبرر فيها عدم نشر الوثائق تحت حجة أنها قد تخدم الجماعات الإرهابية، لكن جزءاً منها قد ظهر بالفعل لتلقي الضوء على رجل آخر لم يكن ذاته بن لادن الذي عرفه العالم، بل إنه لم يعد راضياً عن أداء التنظيم وسلوكه، خاصة في سنواته الأخيرة. فهنا يظهر بن لادن سخطه تجاه الأخطاء التي ترتكبها الشبكات التي تتحرك باسم القاعدة، وكأن التنظيم بات يسير على نحو غير متوافق مع طموحه الذي تحول شيئاً فشيئاً باتجاه العمل التعبوي فقط، إذ أصبح مرشداً روحياً يعاني صعوبة في التواصل مع أفراد التنظيم. وتتأكد الفرضية من خلال ما دونه بنفسه عندما قال إننا في طور مرحلة جديدة لتقييم العمل الجهادي، على أن يكون عملنا ذا شمول واسع يشمل المركز والأقاليم معا. كما تظهر الوثائق مدى تفكك القيادة الهرمية، وتكشف أيضا حالات الانفلات التنظيمي بعد انعزاله في مخبئه، وهذا ما تؤكده رسالة آدم يحيى غادان أحد أعضاء التنظيم والمشهور بعزام الأمريكي، يطلب من بن لادن اتخاذ موقف حاسم وعاجل من التصرفات التي يقوم بها التنظيم المسمى دولة العراق الإسلامية دون أمر من تنظيم القاعدة، ما يخلخل العمل الهيكلي للتنظيم. وفي رسالة أخرى كان بن لادن يدعو إلى احترام سلطة القيادة المركزية للقاعدة، ويطلب من أحد القادة إعداد مذكرة تضم القواعد الواجب اتباعها للاتصال مع المجاهدين بصورة صحيحة. ثم تتحدث سطور أخرى عن سعي بن لادن لتجديد فكر التنظيم، بل إنه بات يفكر في تغيير اسمه. فبعض ما دونه كان يرقى لدرجة إجراء مراجعات بشأن مفاهيم وأساليب الحركة الجهادية. يقول بن لادن إنه قد انكب على إصلاح مسار التنظيم بعد أن تغيرت أجندات أتباعه، وإنه قد أسف كثيراً على مقتل المسلمين خلال بعض العمليات. فبعد أن اتسعت الحرب وانتشر المجاهدون في أقاليم عديدة، انهمك بعض الإخوة في القتال ضد الأعداء المحليين، وازدادت الأخطاء التي تقع نتيجة خلل في حسابات الإخوة المخططين للعمليات، مما أدى إلى سقوط بعض القتلى من المسلمين. وتؤثر هذه العمليات سلباً في تعاطف جماهير الأمة مع المجاهدين، ما سيؤدي إلى كسب بعض المعارك وخسارة الحرب في نهاية المطاف. كان الأمر صعباً عليه، وأعتقد أن هذا واضح في مذكراته. لقد اعتاد على إثارة الاهتمام وأن يتولى قدراً كبيراً من الاتصالات والسيطرة، وكان عليه أن يتحلى بقدر أكبر من الصبر، وهذا ما حدث. أعتقد أن الانعزالية ستؤثر على المرء بالتأكيد، لكن لا أعتقد أن هناك ما يدل على أن هذا قد حمله على تغيير توجهه، فهو لم يظهر أكثر تطرفاً من حيث البحث عن زيادة وتيرة عمليات أكبر بذات الدرجة التي تطور إليها بمرور الوقت، لكنه بالتأكيد قد بقي محافظاً تماماً على أهدافه طويلة المدى وعلى نواياه. أعتقد أن القول أن أسامة بن لادن لم يراجع، وأنه كان معزولاً عن العالم، وأنه يعني متكلس على أفكاره، غير علمي. بدون هذه الوثائق نحن لمسنا التغيرات التي مر بها. عندما وصف الربيع العربي بالثورات المباركة، وهو تحرك سلمي لا علاقة له بالعنف بأي شكل من الأشكال، أعتقد هذا إقرار بالتغيرات، وهو وصفها في إحدى الرسائل أن علينا أن نستسلم لرياح التغيير.
لم يرق للكثيرين من أتباع التنظيم ومناصريهم تلك اللغة التي زعم الأمريكيون أنها تعود لبن لادن، فالموالون للقاعدة قد انقسموا حولها باعتبارها صنيعة مخابراتية تهدف إلى شق الصف الجهادي. وكدليل على ذلك كتب أبو عمر الحنبلي رسالة حملت عنوان تحذير العباد مما جاء في وثائق أبوت أباد، لينفي وجود أي مراجعات داخل القاعدة. في المقابل اعترف بعض المطلعين على تفاصيل التنظيم أنها تعود لبن لادن بالفعل، وأنها أفكار جديدة كان قد بدأ يفكر بها بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. كان هناك قدر هائل من البيانات، فعلى ما أذكر كانت الدفعة الثانية حوالي 470 ألف ملف، وهذه كمية غير عادية من البيانات. وفي مجتمع المخابرات التأني والعناية أمران مهمان، إذ نريد أن نتحقق من فرص كون القاعدة وقيادتها ليس على علم بتفاصيل الوثائق. عليك أن تفترض أن ليس كل فرد في القاعدة كان يعلم بما كان في حوزة بن لادن والبيانات الموجودة في الوثائق، وكلما كشفنا معلومات كلما علمت القاعدة ما نعرفه من معلومات وما يمكن أن نكشف من خطط عن العناصر التي يمكن أن نصل إليها لاحقاً، وما هي المؤامرات التي يمكننا تعطيلها. التركيز الأهم دون شك رصد المخططات والمؤامرات والضالعين فيها لنتمكن من إيقافها قبل أن يتمكنوا من تنفيذ خططهم. يرى الباحثون الراصدون لنشأة القاعدة وتطورها أن أمريكا وخلال حرب الخليج الثانية عام 1990 قد وضعت نفسها في مواجهة مباشرة مع التيارات الإسلامية في العالم العربي الذين رفضوا تدخل أمريكا في شؤون المسلمين، كما رفضوا قدوم الجيوش الأجنبية إلى أرض الحرمين إبان اجتياح الكويت. وكان من بين أولئك الساخطين على قدوم القوات الأمريكية إلى المنطقة الشاب السعودي أسامة بن لادن الذي كان لا يزال في أفغانستان. يقول الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق والذي كان يعرف أسامة بن لادن خلال وجوده في أفغانستان إنه تلقى عرضاً من أسامة بن لادن لإخراج صدام حسين من الكويت كحل بديل عن جلب السعودية تحالفاً دولياً بقيادة أمريكا. لقد عرض على السعوديين أن يقود جيشاً من المجاهدين والمتطوعين لتحرير الكويت، لكن عرض بن لادن قد ذهب أدراج الرياح بحسب الوثائق المسربة، فقد جرت مناصحات علنية بعث بها بن لادن إلى النظام السعودي منذ العام 94 يدعوهم فيها إلى العودة إلى تعاليم الإسلام، لتبدأ بعدها نقطة التحول التي وضعت بن لادن في مواجهة مفتوحة مع أمريكا. عام 2015 أفرجت وكالة المخابرات الأمريكية عن دفعة جديدة من وثائق أبوت أباد ليزداد النقاش حول صحتها، وفي عام 2017 جاءت المجموعة الثالثة من يوميات أسامة بن لادن لتصبح المجموعات الكاملة للتسريب الذي اختارته المخابرات الأمريكية مكوناً من آلاف الأوراق والمراسلات، وضعت في مسارات منفصلة عن بعضها، بعضها رصد حياته الخاصة خلال مطاردته واختبائه، وأوراق أخرى تحدثت عن حياته كزوج وأب ربما كان يعيش بطريقة مختلفة عما كانت المخابرات تعتقد، لكنها بلا شك تتمحور بشكل كبير حول ما وصف بمراجعات زعيم تنظيم القاعدة والتي تصب في مجملها نحو تحسين الصورة التي أصبحت مشوهة للتنظيم في العالم الإسلامي، الأمر الذي كان يشغل بال بن لادن على الدوام، كما أنها حوت كثيراً من النقاشات في مسائل الدماء والقتال والعمليات العسكرية. ففي هذه الوثيقة يسجل عزام الأمريكي اعتراضه الشديد على استهداف المسيحيين في العراق وقتل المسلمين في أماكن متفرقة، بعد أن انتقد تنظيم دولة العراق الإسلامية لشنه هجوماً على كنيسة كاثوليكية في العراق، ثم أطلق نداءً تحذيرياً لزعيم القاعدة جاء فيه معلوم أن استحلال المساجد وسفك الدماء المعصومة لم يعرف في التاريخ إلا عن أفسد وأفسق الطوائف والأشخاص كالخوارج والقرامطة والحجاج بن يوسف ثم الصليبيين والتتار والمغول،
عندما كان جالسا في هذا المنزل في أبوت أباد كان لديه الكثير من الوقت للتفكير في كل هذه الأشياء، ولم يكن معه الكثير من الناس للتحدث معهم حول أفكاره. وخلال ذلك الوقت كل من كان قريبا منه إما أنه ألقي القبض عليه أو قتل أو كان فارا كالظواهري، لذا كان يفكر ويفكر ويفكر في إرثه ومكانته في التاريخ. وأعتقد أنه أدرك أنه بينما كان هناك مفكرون إسلاميون مهمون كشيخ الأزهر مثلاً الذي ينتظر الجميع ما سيقوله، لم يكن أحد ينتظر ما سيقوله بن لادن. لذا أعتقد أنه استغل وقت عزلته لإعادة النظر في أيديولوجيته الشخصية ليثبت نفسه على حافة الجناح اليميني بالنسبة للمفكرين الإسلاميين. يبدو أن بن لادن كان يحس بضعف التعاطف الإسلامي معه، وأن وهج القاعدة كان يذبل يوماً بعد يوم، إذ تلقي الوثائق ضوءاً على قلق بن لادن من رفض المسلمين لعقيدة الجهاد، فبات يحذر من مخاطر تنفيذ عمليات وهجمات داخل العالم الإسلامي، لأنه يخشى من عقبات فقدان تعاطف المسلمين معه على إثر التوسع فيما يعتبره التنظيم آثاراً جانبية لجهاده. إذ تشير الوثائق إلى رفضه تنفيذ عمليات انتحارية داخل المساجد، محذراً من استهداف المصلين، ومطالباً أن تتركز الضربات على استهداف المصالح الأمريكية في الدول غير الإسلامية. يقول بن لادن: يجب التأكيد على اجتناب الكلمات التي تؤثر سلباً على تعاطف الأمة مع المجاهدين، ويجب أن يستشعر المجاهدون أنهم في خضم حملة صليبية عالمية، من أهم مهماتها تشويه المجاهدين ومبادئهم ووصفهم بما ينفر المسلمين منهم، فلا بد من مراعاة الدقة في الكلمات والإصدارات حتى لا نثبت في أذهان المسلمين بعض ما اتهمنا الأعداء به من أننا متوحشون مستبدون نستلذ بسفك الدماء، وأن يستشعروا أن جماهير الأمة خارج المعركة وبحاجة إلى خطابات تتناسب مع أوضاعهم. ولا يخفى أن الأمة هي مدد وغطاء المجاهدين، لذا ينبغي أن نترفق بالناس. يعني أعتقد أنه فكرة إصلاح التيار الإسلامي ونبذ العنف تجد أدلة وأسانيد وحجج في هذه الوثائق، والناس الذين يتبنون العنف طريقا للتغيير من السهل الرد عليهم من خلال هذه الوثائق التي تصدر عن أهم شخص في العالم نظر للعنف ومارسه بطريقة غير مسبوقة في التاريخ، ومارسه بكفاءة غير مسبوقة مثل أسامة بن لادن، وهذا الشخص نفسه تراجع عن الفكرة. يبدو أن بن لادن قد ذهب بعيداً في مراجعاته، إذ يقول في إحدى الوثائق: لا بد من إعداد مذكرة تبين موقف القاعدة من مسألة التكفير بغير ضوابط شرعية وتعميمها على الأقاليم للحد من التأثير السلبي لهذا الفكر المنتشر في أوساط التنظيم ووقفه لما له من سلبيات وتداعيات على سمعة المجاهدين بين أمتهم. في هذه الوثيقة يقول بن لادن لضابط الاتصال في تنظيم القاعدة الشيخ محمود الليبي: تنظيم القاعدة أضحى بحاجة إلى قراءة ناصحة ناقدة نقداً بناءً لجميع سياساته وإصداراته في المركز والأقاليم. إني أنوي إخراج بيان أتحدث فيه عن أننا نبدأ مرحلة جديدة لتصحيح بعض ما بدر منا، وبذلك نستعيد بإذن الله ثقة جزء كبير ممن فقد ثقته بالمجاهدين، لنزيد خطوط التواصل بين المجاهدين وأمتهم. ثم وصل قطار مراجعاته إلى إعادة النظر في غاية العمل الجهادي، وهي إقامة الإمارة الإسلامية. لقد دعا إلى عدم التعجل في إعلان قيام الإمارة الإسلامية، فيقول: إن إقامة الدولة أو الإمارة قبل اكتمال مقومات نجاحها هو في أغلب الأحيان إجهاض للعمل، لأن إسقاط العدو لها عبء فوق طاقة الناس، وإن تحميل الناس أمراً فوق طاقتهم له سلبيات كبيرة سيؤدي إلى صدمة في الجهاد عند أهل الإقليم الذي تقمع فيه الحركة وقد تتعداهم، سواء أقمعت الحركة بعد إنشاء الدولة أم وهي تسعى لإنشائها.
ربما تكون مجرد أفكار وخواطر كانت في بال زعيم القاعدة، لكنه حرص على توثيقها وربما نقاشها مع بعض حلقاته الضيقة. وقد أرسلت فعلاً إلى بعض فروع التنظيم في أماكن معينة، لكن في الوقت نفسه بقي زعيم القاعدة متمسكاً باستراتيجية مهاجمة العدو البعيد، يقصد الولايات المتحدة التي يعتبرها رأس الأفعى، والتي بمجرد قطعها ستنهار الأنظمة العربية لأنها ستفقد مصدر حمايتها. يقول إن الأولوية في العمل العسكري هي التركيز وإعطاء نصيب الأسد لرأس الكفر العالمي، وأما التركيز على المرتدين وكثير الحديث عنهم فلا تفقهه جماهير الأمة، وبالتالي لا تتفاعل معه، بل كثير منهم ينفرون منه ويجعلنا نسير في بيئة غير محتضنة للحركة الجهادية، وبالتالي لا تمدنا بالدعم لمواصلة الجهاد واستمراره. ثم يأتي بن لادن إلى مسألة الربيع العربي عام 2011، والذي لم يشهد منه سوى 5 شهور. كانت شرارته الأولى التي انتقلت من تونس إلى مصر، ومنها إلى ليبيا، مروراً بسوريا، وأخيراً اليمن، التي أفرد الكثير عنها في تلك المذكرات. في رسالة كتبت خلال إبريل نيسان عام 2011، بعدما بلغ مد الربيع أوجه في مصر وليبيا، نظر بن لادن إلى الربيع العربي باعتباره حدثاً عظيماً في تاريخ المسلمين، فطالب قيادات التنظيم بعدم التدخل في مسار الثورات أو استغلال الأوضاع التي خلفها الحراك الجماهيري العربي، بل إن الرجل الذي أسس تنظيماً ينتهج العنف قال صراحةً لأتباعه: ينبغي أن نقول للحكام والحكومات ورجال الأمن إن السيل قادم وسيؤدي إلى التغيير، ما من داع للعنف، تعاملوا مع الأمر بهدوء، وينبغي الاستسلام لرياح التغيير، لا مجال لكسب المعركة. بن لادن انتهى إلى نبذ العنف، وأعتقد أن الربيع العربي نقل الناس من مربع الإرهاب إلى مربع الإصلاح، في المقابل الثورات المضادة نقلت الناس من مربع الإصلاح والعمل السلمي إلى مربع العنف والإرهاب. أعتقد أن أسامة بن لادن كان يشعر بالإحباط، أن كل ما عمله وكل ما بناه وكل يعني لم ترفع صور له في الربيع العربي، فهو لحق بالربيع العربي. أوراق بخط يده ومذيلة بتوقيعه، هي مراسلات مفترضة صادرة من بن لادن إلى بعض أنصاره المقربين، تتضمن التعبير عن مشاعر خاصة ونصائح متبادلة وآراء ترتفع أحياناً إلى درجة الفتاوى في قضايا دنيوية معاصرة أو شؤون سياسية حظيت باهتمام بن لادن فقرر الاحتفاظ بها. الوثائق التي وصفت بالكنز الدفين بين يدي المخابرات الأمريكية لا شك في أن غالبيتها ستظل سرية لفترة طويلة، وخاصة أن معايير النشر كانت انتقائية للغاية، فعشر سنوات قد مرت على اغتيال بن لادن، الرجل الذي عاش حياة حافلة بالتحولات والتغيرات، لم يشأ أيضاً للحظته الأخيرة أن تمضي بلا جدل، الجدل ذاته الذي رافقه طوال حياته، ليبقى الغموض محيطاً به حتى في أوراقه، والتي لم تكشف كل ما دار في ذهنه، خاصة خلال سنواته الأخيرة.